تفقد محافظ صلاح الدين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مستشفى صلاح الدين مبديا ملاحظات كثيرة على مستوى الإداء العام الذي لا يتناسب والموارد المخصصة لدائرة صحة المحافظة، ملوحا بالانتقال إلى مرحلة مختلفة مع قرب إنجاز مستشفى تكريت التعليمية. المستشفى الوحيدة في المحافظة إمكانياتها لا توازي لا المبالغ المصروفة لإدارة الصحة ولا القضايا اللي يحتاجونها المواطنين، بالحالتين ماكو شغل. كل تصوراتنا عن كل الموضوع واضحة، إن شاء الله الله يمكننا نكمل المستشفى التعليمي وننقل الوضع في صلاح الدين نقل نوعية أخرى، لأنه هذا الوضع مأساوي يعني.